السلام عليكم، غادي نبلغ بجريمة قتل متعمدة بمدينة فاس. ارتكبها سيد أحمد كوكاو ساكن بعين نقضي حي لالا الياقوت. ارتكب جريمة قتل متعمدة بحق الشاب نور الدين المبروكي البالغ من العمر 31 سنة. ضربوا بالسيارة ديالو من نوع مرسيدس 310 أو 410 عندها 6 ديال الروايد. كان غادر بن جليق مع 8:30 دليل من تاريخ شهر 5 في 22/2012 من دون رحمة. ضربوا وهرب. وعند البحث تبيننا أن في هذه القضية هذه كاين شهود كانوا في مكان الجريمة، منهم نور الدين زريوع الملقب بنور الدين الريفي ساكن بالنرجيس. وهذا نور الدين الريفي كانت معه صديقة ديالو أمينة ساكنة بعين نقضي متزوجة وعندها أطفال، وكانت كتخون الزوج ديالها مع نور الدين الملقب بنور الدين الريفي. هو الاسم ديالو الحقيقي نور الدين زريوع. تكلم مع الضحية قبل الموت وبعد دقائق قليلة شاف الموت نور الدين المبروكي هو الصديقة ديالو أمينة. وعند البحث بينا بأن اللي قتل نور الدين المبروكي وهو أحمد كاوكاو، هو اللي دار في نور الدين المبروكي. عنده هاد أحمد كاوكاو عنده معمل ديال الزليج بن زليق، وهاد نور الدين الريفي اللي شاف الجريمة حتى هو عنده معمل الزليج حدا هاد أحمد كاوكاو. والدرك الملكي الزوندار عارفين بأن أحمد كاوكاو هو اللي قتل نور الدين المبروكي وما بغاو يديروا والو، ساكتين جالسين علاش الله أعلم. واش هاد الجوندار قابضين من الرشوة؟ واش هاد الدرك الملكي قابضين الملايين صحاح ولا الله أعلم؟ لأن الجريمة بان شكون اللي قتل. قتل أحمد كاوكاو هو اللي قتل نور الدين المبروكي. أحمد كاوكاو الطوموبيل ديالو داز في نور الدين المبروكي قتلوه، وهادشي قالوه الناس والجندار، والجندار عارفين الحقيقة وللأسف ما بغاو يديروا والو. وهادشي راه هذا ماشي قانون، وكنطلب من المسؤولين انهم يديروا شي مجهود. والروح عزيزة عند الله، وما رحنا في بلاد اسلام الحمد لله، وما خصناش الخوت ديالنا يموتوا لله في سبيل الله، خصنا الحق يبان. يعني هاد الجندار هذول كانوا كيخدموا يبينوا من الخدمه ديالهم، ماشي يبقاو جالسين، ما يبقاو ساكتين. سيد مات ما يبقاو ساكتين، بان اللي قتلوا، بان اللي قتلوا هو احمد كاوكاو. احمد كاوكاو دار في نور الدين المبروكي، يعني شنو القضيه بانت. يعني الجندار على ساكتين، خصنا نشوفوا واش متاشين، واش واخدين الفلوس بس ما باغيينش يهضروا، ما باغيينش يقبضوا المجرم. ولا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.